ازاي تمنع السرطان ان هو يدخل بيتك؟ هقول لك على اطعمه رخيصه جدا متوفره في كل بيت، مثبته علميا فعاليتها انها تحارب السرطان. اقل طعام او مكون طبيعي هنتكلم عنه النهارده بيقلل خطر الاصابه بالسرطان بنسبه ما تقلش عن 30 ل 50%، فما بالكوا بقى لو احنا دمجنا الحاجات دي كلها مع بعض هتكون الاستفاده عظيمه جدا. كمان في اخر الفيديو هقول لك ايه الحاجات اللي بتزود خطر الاصابه بالسرطان وهي مثبته علميا ان هي فعلا بتعمل ده. هنقسم الفيديو معانا لفيتامينات ومشروبات واطعمه. هنبدا اول حاجه بالفيتامينات. اهم فيتامينات اول حاجه هي السيلينيوم. السيلينيوم فيه ماده اسمها السيلينوبروتين، ده مضاد اكسده قوي جدا، مضاد التهابات قوي جدا، ومضاد للسرطانات. تاني حاجه هي فيتامين اي، مهم جدا للحمايه من سرطانات زي الرئه وزي البروستاتا. فيتامين اي لازم يكون بتركيز 400 وحده، اي ما يعادل 258 ملي جرام. انا هقول لكم الكومبو بتاع الفيتامينات دي ممكن تاخدوه ازاي، بس هعدد لكم الفيتامينات الاول. وكمان فيتامين اي مهم جدا في صيغه البيتا كاروتين اللي بتبقى موجوده عندنا في الجزر والبطاطا والقرع العسلي والسبانخ والحاجات دي كلها. عشان كده الميكس بتاع المكملات اللي بيكون فيها السيلينيوم مع فيتامين A مع E مع C دي مهمة جدا كأنتي كانسر. يعني تخيل انت بتاخد حاجة فيها ثلاث فيتامينات مثبتة علميا ان هي بتقلل نسبة الإصابة بالسرطانات. زي بقى الحاجات اللي تظهر عندك على الشاشة، في انواع كتير انا اتكلمنا عنها قبل كده، في الاوكتاترون، في الاوكسيفري، في السيلينيوم اي سي، في السيلينوستار، في الانتوكس، كل الحاجات دي موجود فيها السيلينيوم وفيتامين اي وفيتامين اي بتركيزات كويسة وآمنة تماما ان انت تاخدها مثلا مرة يوميا 3 شهور في السنة، او تكررها مرتين في السنة 3 شهور وتريح 3 شهور وتاخدها 3 شهور تانيين. قنبلة مضادات اكسدة، ودي حاجة مهمة جدا ان انت تاخدها، سواء ان هي مضاد اكسدة ومضاد التهابات وبتحمي من الامراض، او ان هي هتكون كمان انتي كانسر. ولو حد بره مصر يدور على ميكس الفيتامينات دي في اي مكمل يبدأ ان هو ياخده بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، بيتاخد حباية بس بعد الفطار مرة يوميا. واهم حاجة ان تركيزات الفيتامينز ما تعديش النسب اللي احنا قلناها وهتظهر عندكم على الشاشه. فيتامين د من اقوى الفيتامينات الانتي كانسر. الدراسات بتقول ان انت لو استمريت على 800 ل 1000 وحده يوميا من فيتامين د بشكل يومي، يعني تصحى كده من النوم تفطر وجبه فيها دهون، تاكل مثلا بيض، تاكل حاجه فيها زبده، حاجه فيها معلقه زيت، اي حاجه، وتاخد حبايه من فيتامين د تركيز 800 او 1000 وحده. طبعا الصيدليات مليانه انواع فيتامين د تركيز 1000، اي نوع هيبقى كويس جدا معاك. ده بيقلل السرطانات بنسبه ما تقلش من 30 ل 50%. الحاجه الثانيه اللي هم قالوها برضو ان انت عشان تقلل الاصابه بنفس النسبه دي يكون فيتامين د عندك في الدم تركيزه معدي 30. احنا قلنا ان رقم 30 ده رقم مهم جدا في فيتامين د. لما بنقل عن 30 ده معناه ان فيتامين د بدا يقل قوي عندنا، وبدا يحصل ديفيشنسي عندنا، وان انا هيبدا يظهر عندي اعراض. اعراض بقى ان انا عظمي بيوجعني، شعري بيقع، الضوافر بتتقطم، مودي مش حلو، الحرق عندي بقى قليل، الحاجات دي كلها. تعويضه سهل جدا، اقل من ال 30 زي ما قلنا هات حقنه ديفارول اس، لا اما تاخدها عضل كل 3 شهور، او عادي ممكن تفكها على نص كوبايه ميه وتشربها بعد وجبه دهنيه لمده 3 او 4 شهور، وبعد كده تستمر على الكلام اللي احنا قلناه ان انت تاخد من 800 ل 1000 وحده يوميا وتستمر عليها مدى الحياه، لانه هينقص تاني. احنا قلنا ان شروط تعرض للشمس احنا مش بنحققها، في نفس الوقت الاكلات الغني بيها جدا فيتامين د احنا غالبنا مش بياكلها لانه مش موجود بنسبه عاليه غير في الاسماك الزيتيه، احنا مش بناكلها كل يوم. فانا عن نفسي يوميا باخد فيتامين د 1000 وحده. عايز تريح دماغك ومش هتعرف تاخد 1000 وحده كل يوم ومش هتعرف تلتزم، خد حقنه تركيز 200000 مره كل 6 شهور بس كده. دي الخلاصه بتاع الفيتامين د. طيب النقطه اللي بعد كده هنتكلم عنها وهي المشروبات. اهم مشروب انتي كانسر في الحياه هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر فيه نوع من الفلافونويد او مجموعه اسمها الكاتيكين. الكاتيكين دي تحديدا نوع اسمه اختصاره اي جي سي جي، ده من اقوى المواد الفعاله الانتي كانسر في الدنيا. الشاي الاخضر انا شخصيا ما بحبوش وبعتبر ان هو طعمه زي التراب، ولكن انا بدات مؤخرا ان انا ادخله من كتر فوائده ومن كتر ما هو فعلا حلو جدا لحاجات كتير، ان انا بدات ادمجه مع اعشاب تانية. يعني هات اي نوع اعشاب انت بتحبه وحط عليه باكت شاي اخضر، وهات نوع نظيف من الشاي الاخضر وتبدا ان انت تخلطهم مع بعض، هتلاقي الطعم بتاعه قل تماما، وتحليه باي حاجه انت بتحبها هتلاقي الدنيا فرقت تماما، ودخله كده في الروتين بتاعك هيفرق جدا معاك. بالنسبه للاطعمه اول حاجه عندنا هي الطماطم. الطماطم على فكره مفيده جدا لان فيها ماده اسمها اللايكوبين، ودي حاجه حلوه بالنسبه لنا احنا كمصريين ان احنا دايما بناكل الخضار في طماطم مسبكه، لان الطماطم كل ما انت عصرتها وكل ما انت سخنتها على النار الليكوبين ده فعاليته بتزيد جدا. فدي حاجه الحمد لله اغلبنا بياخدها بتركيزات كافيه، وان انت طبعا تاكل طماطم فريش عادي زي ما تحب. الليكوبين عموما فعال كويس قوي مع السرطان البروستاتا تحديدا. النقطه اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها وهي سرطان الثدي بالنسبه بقى للسيدات، عشان في اخطاء كتير جدا بتتعمل في النقطه دي. احنا عندنا الحاجات النباتيه
بيبقى فيها نوع استروجين اسمه الفايتو استروجين، ده الاستروجين النباتي، وده بيشتغل على المستقبلات بتاعتنا عادي خالص. في انواع فايتو استروجين مسرطنه، وفي انواع تحمي من السرطان. الانواع اللي عليها كلام ان هي بتزود ريسك السرطان هي الصويا، فول الصويا او الصويا بروتين. عشان كده دايما بحذركم من اي لحوم مصنعه مليانه فول الصويا، بتاكل في مطاعم بتعمل برجر عباره عن فول الصويا وبتبيعه لك بسعر غالي جدا، او ان انت بقى تروحي تمشي ورا الوصفات اللي هي عشان تجبير اماكن الانوثه فتشربي فول صويا كتير. فخلي بالك، الدراسات قالت ان الحاجات دي بتزود ريسك الاصابه بسرطانات الثدي، خاصه بعد سن انقطاع الطمس او بعد ال40. لكن في بقى انواع فايتو استروجين، نوع الفايتو استروجين اللي في الصويا او بروتين الصويا اسمه الايزوفلافون، في نوع تاني اسمه اللجنان. اللجنان ده بقى هو النوع الطيب الحلو اللي بيحمي من السرطانات، وده موجود في بذور الكتان. عشان كده انا اي فيديو لصحة المرأة هتلاقوني على طول بتكلم عن بذور الكتان، لانه بيعلي هرمون الانوثة بس في نفس الوقت بيحمي من السرطانات. ما هوش ضار اتكلم عليه وانا مطمنة ورشحه وانا مطمنة، فاهمين؟ بذور الكتان آمنة تماما ان انت تستمر عليها 3 او 4 مرات في الاسبوع بعد ال40، او حتى لو انت حابة تاخديها وانت لسه في سن الشباب، انت بقى في العشرينات او في الثلاثينات مفيش منها اي مشاكل وآمنة تماما. كل حاجة بتحتوي على مركب السرفر بتركيزات عالية، مركب الكبريت، هي مهمة جدا كأنتي كانسر، زي البروكلي، زي الارنبيط، مهمين جدا جدا لكل انواع السرطانات، وبرضه تحديدا السرطانات الاستروجينية زي سرطان الثدي، لان هي بتخلي الاستروجين لما يجي يتكسر في الجسم ما ينتجش مواد ضارة مسرطنة، فاهمين؟ بسبب ان هي بتنتج مادة اسمها الاندول. طبعا مش كلنا بنحب البروكلي ومش كلنا بنحب الارنبيط خالص، لكن الارنبيط لو انتوا عملتوه بشكل مخلل، بس اتعمل مخلل صحي، هسيب لكم الطريقة بتاعته اسفل الفيديو، بيبقى مصدر حلو جدا للبروبيوتيك، لان البروبيوتيك عموما او اي حاجة فيها بروبيوتيك دي برضو ليها تأثير انتي كانسر، وفي نفس الوقت هو مليان سلفر ليه تأثير انتي كانسر، وفي نفس الوقت لما بيكون شكل مخلل الناس بتاكله عادي، تمام؟ لكن لو انت بتحبه بقى في اي اشكال تانية بتعامل بيها طبعا فانت محظوظ، سواء بالبروكلي او الارنبيط مفيدين جدا جدا. الحاجات دي على فكرة اللي بنسميها الخضروات الصليبية دي ممتازة جدا جدا. هنتكلم بقى في النقطة اللي بعد كده عن مكمل الفيش اويل او زيت السمك. زيت السمك من الحاجات برضو المثبتة علميا فعاليتها كأنتي كانسر، ولكن حتى الان بنقرر في كل فيديو ان زيت السمك اللي جاي من مصادر طبيعية زي الماكريل، زي الرنجة، زي السلمون، ويأتي طبعا على رأسهم الماكريل، ده افضل بكتير جدا للجسم في الامتصاص والتأثير والفعالية والاستفادة من الكبسولات. لو انت مش بتاكل اسماك خالص الجأ بعدها للكبسولات. الكبسولات لازم يكون تركيز الدي اتش اي والاي بي اي فيهم عالي، يعني مجموعهم ما يقلش عن 500. هتجيب اي كبسولات هتلاقي مكتوب تحتها اي بي اي كذا ودي اتش اي كذا، اجمع النسبتين على بعض ما يقلوش عن 500. لو النوع اللي انت بتجيبه مش مكتوب عليه الاي بي اي والدي اتش اي فيه اصلا كام ما تشتريهوش، انت كده مش عارف جودة الاوميجا 3 اللي انت بتشتريها ايه. فزيت السمك مهم جدا. عشان كده الشعوب بتاعت حوض البحر الابيض المتوسط اللي بتمشي على نظام ان في اسماك كتير في الاكل بتاعها، اللي هو دايت حوض البحر الابيض المتوسط اللي هو الميديترينيان دايت، دي مش بتصاب بسرطانات اصلا، لان هم معتمدين في حياتهم على الاسماك الزيتيه، معتمدين على الاسماك بشكل عام، دايت عالي جدا في الاسماك، بياكلوا تقريبا اسماك 4 أو 5 مرات في الاسبوع، ففعلا ما عندهمش سرطانات اصلا. زيت السمك مهم جدا في الجزئيه دي. القهوه، لو انت بتشرب قهوه نوعها كويس، يعني قهوه فعلا كوبايه واحده يوميا، دي بتقلل السرطانات بنسبه 15%. القهوه مفيده جدا كأنتي كانسر. المشي نص ساعه يوميا لمده 5 مرات في الاسبوع، ده بيقلل الاصابه بالسرطانات بنسبه كبيره جدا. بل ومش بس كده، الناس اللي هم اتصابوا قبل كده بالسرطانات بيبقى اول حاجه مكتوبه لهم عشان الاصابه تحصل لهم تاني ان هم يمشوا نص ساعه يوميا لمده 5 مرات في الاسبوع. فالمشي من الحاجات المهمه جدا. ايه بقى الحاجات اللي هي بتزود الاصابه بالسرطان؟ اول حاجه عندنا هي اللحوم المصنعه بشكل صريح فيها ماده اسمها النيتروزامين. النيتروزامين دي اصلا ماده كارسينوجينيك مسرطنه بشكل صريح، فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا وهي اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء فيها مشكلتين. اول حاجه ان هي لما بتتسخن بتطلع حاجه اسمها هيتروسايكليك كومباوند، دي اصلا مركبات ليها تاثير استروجيني، فبيبقى ليها علاقه بالسرطانات الاستروجينيه اللي بتصيب الستات. ثاني حاجه ان هي فيها تركيزات عاليه من ماده اسمها الهوموسيستين. الهوموسيستين من المواد اللي زياده تركيزها في الدم يزود الالتهابات، زياده الالتهابات تزود الاصابه باي مرض في الدنيا من ضمنها السرطانات. فاللحوم الحمراء عشان نعمل حمايه من السرطانات ما ينفعش تتاكل اكتر من 3 مرات في الاسبوع، من 2 لـ3 في الاسبوع، دي نقطه مهمه جدا. في كلام كتير انتم بتسمعوه يقول لك ان انت لما تاكل سكر كتير ده احسن غذاء للخلايا السرطانيه، فده بيزود احتماليه الاصابه بالسرطانات. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده كان مبدا قديم واتلغى
يعني كان مبدأ موجود زمان واتلغى. ليه بقى اتلغى؟ لقوا ان ما فيش علاقة بين ان انت حد بتاكل سكر او بتاكل نشويات بسيطة وبين السرطانات، يعني دي ملهاش اي علاقة، بل بالعكس لما حد يبقى عنده لا قدر الله سرطانات وبيمنعوا عنه كل الحاجات دي ومش بيدوله مصادر الطاقة السريعة دي، لقوا ان الخلايا اللي هي الصحية، الخلايا السليمة اللي في الجسم بتبدأ نفسها هي تتأثر بشكل سلبي. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لو انت حد بتاكل كتير قوي وبتكرار زيادة وكل شوية بتاكل اللي هو اسناك كتير متكرر في اليوم، فبدأ يحصل عندك اجهاد لان الانسولين بقى بيتفرز بشكل زيادة وبدأ الموضوع يتطور لمقاومة انسولين، ده فعلا ممكن يزود احتمالية الاصابة بالسرطانات، لان ساعتها مش عشان بقى مقاومة الانسولين نفسها، لا عشان الالتهاب اللي بيحصل في الجسم. مقاومة الانسولين بالحاجات اللي مرتبطة بحدوث نسبة التهاب عالي في الجسم، واحنا قلنا ان اي نوع التهاب بيزود الاصابة بامراض، بيزود الاصابة بالسرطانات. فدي العلاقة ما بين ان انت حد بياكل اكل كتير ونشويات بسيطة كتير قوي زي عن اللزوم، فبدأ يحصل مقاومة انسولين، فبدأ يحصل التهاب، لكن مش بسبب السكر نفسه. فاهمين النقطة دي؟ لكن بقى الفكرة ان احنا دي حاجة بتخلينا مهم جدا ان احنا ندخل مضادات التهابات في النظام بتاعنا. مضادات الالتهابات دي زي ما احنا قلنا بقى زيت السمك، زي ما احنا قلنا الشاي الاخضر، ندخل لبان الذكر من اقوى مضادات الالتهابات في الحياة، زي ما قلت لكم معلقة صغيرة تنقعها على مية مغلية وتشربها بعد ما تدوب، تبقى زي السائل الابيض كده، ان شاء الله تشربها مرتين في الاسبوع، رائعة، يعتبر كورتيزون طبيعي من كتر ما هو مضاد التهاب قوي جدا. الكركم كتابل تحطه على مشروبات، تدخله في الاكل وتسخنه، هو مش بيتاثر بالتسخين، بالعكس فعاليته بتزيد، يعني لو انت بتضيفه على الاكل ومعاه رشه فلفل مع التسخين فايدته بتزيد جدا. الكركم ده لازم بيدخل في كل حاجه انت بتاكلها لانه مضاد التهاب قوي جدا. الثوم طبعا، الثوم من الحاجات المفيده جدا كانتي كانسر، يعني الحبوب بتاعه الثوم دي بصراحه بتبقى ممتازه في الغرض ده، ممكن تجيبها تستمر عليها مثلا شهر شهرين كحاجه مثلا في الروتين بتاعك مثلا بشكل سنوي. الموضوع الريحه بتاعها بيبقى اقل بكتير جدا من الثوم الفريش، وفي نفس الوقت هي مفيده، وفي نفس الوقت احساسها او تقلها على المعده والقولون اخف بكتير من الثوم الفريش. هي بس مش مناسبه للناس اللي عندها قرحه، يعني لو عندك قرحه لا مش هتستحملها، لكن في الوضع العادي بتاع العادي بتاعنا بتاع المعده العاديه بتاعتنا لا هتستحملها عادي، ولكن مش مناسبه لو حد عنده امراض سيوله، لو حد بياخد ادويه سيوله فهي مش مناسبه، ولو انت مثلا داخل عمليه جراحيه بتوقفها قبلها باسبوعين. برضو من الحاجات اللي بتزود الالتهابات جدا هي طبعا كل حاجه عليها زيوت نباتيه، ودي كارثه العصر بصراحه، ان دلوقتي كل الجبن ما عادتش جبن، تعودنا طول حياتنا اللي الجبنه عباره عن لبن، لا الجبنه دلوقتي بقت عباره عن زيت نباتي، فاي حاجه ارجوك بتشتريها مكتوب عليها زيت نباتي او زيوت نباتيه او زيوت نباتيه مهدرجه، دي بتزود الالتهاب في الجسم بشكل مش طبيعي، فبتبقى ريليتد لامراض كتير جدا زي مقاومه الانسولين، زي تصلب الشرايين، زي ارتفاع دهون الدم، كارثه على صحتنا الزيوت النباتيه دي بصراحه. بس كده دي اكتر نصايح واخر حاجات قالتها الدراسات العلميه حبيت انقلها لكم للناس اللي سالتني كتير على الموضوع ده. اتمنى يكون الفيديو افادكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.